هذا المحل قوينا ذا، هذا اشتغل في أبها ما شاء الله تبارك الله. أحذية حاليا طالعين من كلام إلى بحرين، وهذا الطريق الفاصل بينهما ما شاء الله تبارك الله. لو تلاحظون الجبال كلها خضراء، والمياه طبعا المياه الوادي وادي سوات على يسارك، ويمشي ما شاء الله بكثافة عالية، والبيوت في أعالي الجبال، ودرجة الخضار يعني ما أقدر كيف أوضحها، لكن خضراء بما تعنيه الكلمة. والمكان والله الربع يستحق الزيارة. بالنسبة لي بحرين أعجبتني، وكذلك مدينة رايح لها في الطريق، أيضا جبالها نفس جبال بحرين بالضبط، والبيوت كلها في أعالي الجبال. طبعا هل الجبال دول يعانون من وصول الخدمات ومن النزول ومن الطلوع، لكن ما شاء الله تبارك الله شعب باكستان شعب قوي، يعني يتحمل الصعاب زي ما انتم عارفين. بحرين للأسف زحمة شديدة صراحة، خارجنا احنا فعلنا الوقت الربع ترى في الطريق، يعني المسافة تكون قريبة لكن فعلنا في الطريق الخط مكسر أو زحمة زي كذا ما تيسر. هذه مدين صراحة، أنا عجبتني مدين، يعني حلوة وهادية وجبالها جميلة جدا، وعالي البيوت والجبال كلها فيها بيوت، يعني عاليها كلها بيوت. عاد الوادي شقة من المنتصف ما شاء الله، هو الدبابات ازعاج. هذه برضه مدينة ثانية، نحاول نشوف لنا مخرج، ولكن نسحب بنطب في الزحمة. طبعا طالعين نفطر عند احد اصدقاء احمد سيف السائق اللي معنا، يعني يعرفوا قديما وتقابلوا في سوق وعزموا، يعني قلنا ما عندنا مشكلة نتوكل على الله. يعني رز ودجاج مشوي، طبعا احنا باغتناه فجأة، يعني الرجل ما قصر، يعني هذه أكلة ثانية أيضا اسمني بعرف اسمها والله، الله يكثر خيره. هذا هو الياس وهذا أحمد، كانوا أصدقاء في دبي قبل 15 سنة، صح أحمد؟ نعم قبل 15 سنة ما شاء الله تبارك الله، تقابلوا بالصدفة في السوق قبل سبحان الله، واخذ أرقام بعض وقال حتى طرونا في السوق لأن عنده محلات، هو طرونا في السوق يعني من الوقت كان مرة ذي، الله يجزاهم خير يكثر خيره. والله اجتمعوا تقريبا خمس باكستاني عاش في السعوديه، زي هذا بجبس، واحد بوادي الدواسر، واحد هذا بجيزان، ورينا هنا محل، يلا يقول تعال شوف المحل، اجتمعوا عرفوا ان السعوديين جو كلهم الله يجزاهم خير. سولفنا والله كثير، انبسطنا وانبسطوا معنا صراحه، الحمد لله ان قلنا صوره طيبه وهم مبسوطين صراحه من السعوديين، وجو يتمنون الخير لنا ولهم ان شاء الله. انا هني جرب اسوي لك محل، انا اسمه هذا ما شاء الله سردار، انا اسمي سردار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا انا اخو صغير، انا اسمه الشاب اخو صغير، ما في عربي ها؟ ما في عربي، ان شاء الله يروح سعوديه ان شاء الله. لا لا ولي بعد شهر يجي كذا، ما شاء الله ما شاء الله ما يرزقك ما شاء الله تبارك. تفضل اكسسوارات ها؟ انا اصلح هذا، انا اقول ما شاء الله اجلس مرفه هذه ما شاء الله. هذا المحل قوينا ذا، هذا اشتغل في ابها ما شاء الله تبارك الله. احذيه هذا يوتيوب شانل ان شاء الله، تعال يعطيك فكره يوتيوب شانل يوتيوب شانل. مبسوطين. ابراهيم جحاف يقول لك عربي ولا انجليزي؟ عربي عربي. ايش تقول ابو علي؟ اقول لك يقول لك هذا تقليد والله ممتاز، شوف اللي هنا ما شاء الله. في خياطة حذيان باكستاني، خياطة يدوي ملابس، لا خياطة يدوي يدوي شغل يدوي باكستاني برضه هندي كله فيه. ايوه لا حذيان سمسين ما فيه سمسين زي هذا بس يدوي، خياطة يدوي. ايوه هذا يجي سعودية يمكن 200 ريال، هنا ممكن رخيص 50 ريال ممكن، صح؟ لا انا كذا 1020 ريال ممكن، انا ايوه ممكن 50 كذا 50 80 كذا، اي صح 50 صح 1050. السلام عليكم، صباح الخير. احنا طبعا في ضيافة الياس اللي تعشينا عنده او افطرنا عنده، وحلف علينا انه نسكن في عنده بيت ضيافة هذا المنزل، فنمنا تعبانين صراحة، ولا صحينا الحين تقريبا الساعة 7 صلينا الفجر، وبنتوجه على اسلام اباد. هذا بيت الضيافة، طبعا هذه جلسة ارضية زي جلساتنا، وهذه كراسي بس مطلعينها برا، وهذا المدخل اتوقع الى البيت في الداخل. دائما يقول لك للمجالس اللي باكستانية وبيوت الضيافة تكون في المقدمة والبيت يكون في الخلف، وهذا الحوش طبعا باب، ودخلنا سيارتنا هنا، وهذه دورات المياه يعني زي نظامنا سابقا، والمدخل النساء من الخلف، يعني الحياة جدا بسيطة هنا، يعني زي أوضاعنا تقريبا 20 أو 25 أو 30 سنة ورا يعني. وهذه كراسيهم طبعا من الخشب يا الربع، جودة عالية جدا. طبعا هذه الكراسي كانت جوا طلعونها برا، والأجواء هنا طيب. هذه مدينة
بعد مدين، لكن والله اسمها صعب كذا. ف يعتبر الاجواء عندهم يعني معتدله، لا هي بارده ولا هي حاره. والمجلس طبعا تاثر بعضهم المجالس العربيه وصار يسوي زي المجالس الارضيه عندنا، جابوا لنا فرش، جابوا لنا يعني زي حياتنا السابقه يعني. ما شاء الله شوفوا السرير الحبل هذا لا زال موجود عندنا، بس ان الخشب عندهم نوعيه مختلفه يعني. والحياه جدا جدا زي بساطتنا زمان قبل 30 سنه. احنا تغيرنا، صار عندنا رفاهيه ودلع الى اخره. حتى دوره المياه اكرمنا اكرمك الله نفس نظام قديم، يعبون من جركل والابريق، مع ان عندهم كل شيء لكن تعودوا على مساله الابريق يعني. الربع عيشوها بتفاصيلها كما هي، ابعدوا عن المبالغات، ابعدوا عن التكلف، خلوا حياتكم بسيطه يعني. تقابلنا في السوق، افطرونا، نقلنا البيت، نومونا، يعني الامر بسيط بدون كلفه بدون مبالغه. الان هناك عندنا احنا ابغى ازور واحد لازم اكد عليه قبلها بيوم عشان يرتب الامور، يبالغ ويقدم كل ما لذ وطاب. وانا في الاخير ما ابغى كل ما لذ وطاب، انا ابغى اجي القى صاحبي او رفيقي، اجي اسولف معاه واضحك معاه واستمتع معاه واخذ به عهد في الدنيا دي. ما حد يعلم متى يعي متى يموت يعني. لكن عندنا صراحه للاسف صارت مبالغات، تقديم صحون طويله عريضه وكنبات وفخفخه وتكييف وبخور واشياء توجع الراس. هذا يسوي كذا، ولما يجيني انا اسوي كذا. صرت اتفاجئ يعني احيانا من ضيف يجيني فجاه، ما ابغى ضيف يجيني فجاه، ابغى يدق علي قبل عشان ارتب. لكن موضوع الفجأة هذا عندنا متوقع معدهم، ما عندنا فجأة. شخص يبغى يزور شخص لازم ينسق معه. خلوا حياتكم بسيطة عشان تعيشون بارتياح نفسي. أنت كما أنت ورفيقك كما أنت، إن جيتوا فجأة مرحبا، هو إن جاك فجأة الموضوع بسيط يعني. الحمد لله مدينة سوات منطلقين لين نشوف. هذه مدينة يزاقد، طبعا يقول لك هذه مدينة سياحية شغالين فيها نهار وليل. مركز مدينة سوات، طبعا مدينة سوات من المدن الكبيرة في باكستان. منغورا، هذه منغورا طبعا، لان الساعه باقي بدري 8 ما في زحمه، اتوقع الساعه 10 11 يبدون عندهم. شوفون اشغالهم وترتيبهم، اغلبهم هنا كل يشتغل، ما في احد سادح باطل، الجميع يشتغل كبير صغير، مراه رجل، ما في الحياه عندهم شقا هنا، كل يبحث عن لقمه العيش. والله يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. هنا تدفع تقريبا ريال عشان تمشي في الطريق السريع يعني. هنا الورقة وندفع في الجهة المقابلة يعني، لما نصدق لما نخرج من الطريق هذا ندفع، بس ما أدري والله كم. بالعادة كنا ندفع تقريبا أقل من ريال، لكن نشوف الطريق هذا يعتبر خط سريع وأفضل كخدمات، ونعطيكم السعر اللي وصل، بس يعني في الحدود هذه ريال 3 ريال 5 ريال كثير يعني. لمحطة الدفع دفعنا تقريبا 107 ريال ربية، تقريبا 3 ريال 4 ريال حق سكر. أيضا المبلغ يعني بسيط جدا. وصلنا اسلام اباد والجو والله يا الربع حار جدا، فقلنا للشيخ احمد صلح المكيف على حسابنا. فالان طلع في تنسيم في احد المواصير هذه، احنا نعتبر اليوم في الصناعيه. طبعا اتفقنا ب 5000 الفريون، طلعت هذه في جلده يعني، فبيغيرها يقول بعدين اشوف الفلتر مدري ايش يعني، تقريبا 100-120 ريال يعني. لكن لان الخمس ايام الجايه كلها راح نكون في مناطق حاره فنحتاج المكيف الصبح. لكن قبل كم يوم كنا كلها في جبال ومناطق باردة وثلجية. هذه الورش حقتهم يشتغلون عادي يعني، عمالة من برا يعني زي معداته هذه يحطها مع أي واحد من أصدقائه هنا، وإذا جت سيارة يشتغل تحت الشجرة ما عنده أي مشكلة، كل أشجار يشتغلون بشكل عشوائي يعني. لكنهم طبعا معلمين ما فيها كلام. خلصنا المكيف، الحين نطلع نتمشى براحتنا، كله شغال، حر برد إن شاء الله ما يفرق معنا. طبعا غيرت اللبس، لبست ملابس رياضة. كنا في اسلام اباد والجو حار، الحمد لله سوينا مكيف، لكن دخلت دورة مياه المسجد وتروشت فيها واستحميت فيها وصلينا الظهر والعصر، والان منطلقين من اسلام اباد الى لاهور ان شاء الله. لما الخطوط السريعة هنا يا الربع مدفوعة بمقابل، بس اسعار رمزية يعني ريالين 3 ريال شيء ما يذكر. تلقى الخدمات كاملة والطريق وسيع ونظيف جدا ومهتمين فيه يعني بالتفاصيل كثيرة. هنا في هذه المحطة طبعا احنا معبيين بنزين فل، بس والله احنا جيعانين يا الربع، واغلب المطاعم مقفله، فلقينا هذا نبغى برجر وبيتزا، مع انه في صور للاسف لا برجر وبيتزا، طلع عنده اكل يعني سندوتشات دجاج بس انها مبرده وهو يسخنها. والاسعار تقريبا 3 ريال 4 ريال 5 ريال وهكذا. في طبعا سوبر ماركت زينا، المحطه تقريبا نفس محطاتنا ما في اي اختلاف يعني، او محطات الامارات بشكل عام يعني. يعني على ارتب اتكلم عن الخط السريع هذا اللي مدفوع. لا زلنا مستمرين في الخط الطويل اللي ما ينتهي، بس الربع تلاحظون خضار منتشر ما شاء الله تبارك الله، الخضراء
لكن فقط يعيبها درجة حرارة الجو، الشمس طبعا. بشكل عام الخضار ما ينقطع من يوم تطلع من إسلامي باد إلى تصلاه أرض خضراء. الآن مع الكابتن إبراهيم خان. شكراً شكراً. تولي القيادة والسيطرة. شوف يمين، أول مرة أسوق يمين خارج المملكة. من عادة أي دولة أسافر فيها قيادة يمين، أقصر يمين مستحيل أسوق، مستحيل خطور، لكن هنا خط سريع والشيخ تعب قلنا خلينا نسوق بداله. إلا والله ترى الربع صعب، اليمين صعب. أيوه أحمد ورينا. أحمد طال هنا. وباين التعب عليك. الشيخ حقنا تعب. باين عليك التعب. أن المسافة طويلة والخط ممل سيدي. أيوه ممل، أيوه خط سريع. ما شاء الله يعني واسع لكن معروف خطوطه طويلة مملة. صحيح. أول كانت بين القرى نتنقل، كانت في مناطق حلوة. شيش لنا مرة نهدي مرة نسرع كذا. يلا وداع لكم.